الفيديو ده اتعمل قهرة. انا بقالي فترة المود بتاعي مش تمام خالص، يعني نازل لتحت شويتين تلاتة اربعة، لغاية ما اواب هو اللي غصب عليا، اواب اللي هو ده غصب عليا ان انا لازم اسجل فيديو واعمل فيديو جديد. انا مش في المود خالص وما عنديش اي استعداد ان انا اتكلم في اي حاجة ومش مرتب لاي حاجة في الدنيا، فخلاص قال لي اشرح لي اي حاجة اشرح لنا بس خلي الكاميرا دايرة. فحاولت ان انا ادخله في كذا موضوع كده واخرج من الموضوع وخلاص، لا ما فيش. فلا لا لا هو كان يعني لدرجة ان هو بيزقني بيقول لي لا ما انتش خارج الا لما تعمل اي حاجة. فالفيديو ده برعاية اواب، وعلشان يحمسني كمان قال لي ان انا هشتغل معاك فيه، فهيبقى فيه جزء كده اواب بيشتغل فيه بايده بيجرب اللي احنا بنتكلم فيه. معلش المود اللي احنا فيه الايام دي بيبقى فيه الشغل يعني ايه بشق الانفس، يعني صعب جدا، صعب صعب. اللي عاوز يشتغل معانا تمام، اللي ملوش مزاج يشتغل عادي. انا نفسي والله ما كنت هشتغل خالص. مستوى تعالى استنى ايه الارض خليك واقف هنا بس ما تجيش هنا عشان التصوير. بص اول حاجه بترسم من الراس عباره عن دايره كده. دايره؟ ولا كمان انت بص، وبعد كده ايه في جسم بنعمل ايه مستطيل كده، بس من هنا ايه بخليه كيرف كده علشان يبقى كتف زي الكتف كده ماشي. طبعا في رقبه في النص هي اللي شايله ايه الراس. باجي مثلا في النص وبعمل ايه باخد وسط الراجل كده ماشي. بعد كده ايه باجي ايه الخط، لان في هنا رجل وهنا رجل، والمساحه اللي في النص دي اللي هي الوسط ماشي. بعد كده بنزل ايه شايف الكتف ده والكتف ده، بنزل بقى ايه بالدراع كده والدراع كده. مش تطول قوي؟ ايوه ما هو طويل جدا ماشي. ممكن بقى نطول دي كده مثلا لو انت عايز. ايوه كده عشان في هنا بقى ارض كده الراجل ده واقف عليها. رايك؟ الله. طب ازاي بقى الملامح؟ الملامح بتعمل علامه زائد في النص كده. علامه الزائد دي بتعمل بقى هنا العين نقطه اهي ونقطه اهي، وادي المناخير وادي ايه بقه، وادي الحواجب، والودان على نفس الخط اللي ايه بالعرض ده بس بره بقى ماشي. وده الشعر جامد. قشطه ماشي. تعالى بقى ناخد تاني ايه واحد برضو راسه اهي، بس لازم تقول في الاول يعني اللي دي حاجات فلسطين. دي مش فلسطين، دي حاجات بس من ناحيه ليها. بعد كده مثلا باخد دايرة ايه كبيرة كده اهو ايه اللي هي الجسم، وبنزل مثلا ايه بالجنب كده، يعني باخد زي شكل شبه منحرف كده مقلوب اهو، والوسط اخد نفس ايه دوران الايه الكرش الكبير ده، وباخد برضه ايه زي ما خدت الخط اللي في النص هنا باخد الخط اللي في النص هنا اهو كده، وادي رجله، وبنزل بقى عند كتفه هو ايه زي كوره كده مكور فايه ماشي. الدكتور ما بعد ولا ايه؟ كده مثلا. طيب واحد يكون مثلا ايه برضو الراس اهي ورفيع بقى، بعمل ايه جسم رفيع جدا ده، وباجي في النص نفس الفكرة بتاعت ده، وقوم نازل بالدراعات، وده خط في النص، وده رجل وده رجل مثلا. ماشي. عرفت بقى الفرق بين احجام الاجسام بتبقى ازاي؟ هنا بقى التخين ده، هنا ده متوسط، هنا ده رفيع جدا.
تعال بقى نعمل ايه، شخص بقى بالجنب نفس الدايرة ونفس الجسم، لكن بقى ايه بالجنب هيبقى ايه، ايه اقل شوية، يعني هيبقى العرض ده مش موجود، هيبقى لا ايه داخل لجوه شوية كده ماشي. وادي النص ده مين ده؟ هذا بالجنب. شخص بالجنب من بقى الملامح بتاعته. ماشي، ممكن بقى نعمل بقى شويه تفاصيل بقى ايه في الحته دي كده، يعني ايه دي منطقه الصدر كده، ودي ممكن مثلا نعمل له كرش كده. ممكن اجي اخد خط كده لحد الاخر خالص ماشي، بس بقوم جاي ايه اللي هو زي الدايره كده، اعمل له قوس كده. بص ايه ده كده، وصل الرسمه، شوف الوضع بوظ ازاي. باخد بقى خط كده اهو هنا، بعمل له رجل تانيه كده، اقوم نازل بالدراع كده بقى واحد بكرش. ماشي، ممكن نعمل واحد بايه موطي كده، دي راسه وادي رقبته وادي جسمه بقى، خليه ماشي مع القوس اللي انا ايه رسمه ده كده اهو، والجزء اللي تحت اللي هو الرجل مثلا ماشي بائس كده زي الناس العواجيز. ايوه زي الناس العواجيز. بس انا عايز اجرب بس دلوقتي هوريكم تجربتي في رسم الجسم. في البداية ما كنتش بعرف ارسم وكنت عايز ارسم. اول حاجة لازم يعني انا ما كنتش بعرف اعمل دايرة. اول حاجة كنت في ورقة حاولت اعمل دوائر كتيرة، ويعني ما كنتش بعرف اعملها خالص. وده برضه عملت ورق كتير كتير كتير، نجيب ورقة فاضية ونحاول اعمل فيها الدوائر. الدوائر بقى بتتعمل كده، ايدك اهي بتكون ثابته اهي، والكوتش بتاعك كده مش ايدك كلها، بس صوابعك دول بس كده اهو، مش هتظبط من اول مره كده اهو. مثلا بقى عايز تعمل ملامح، تعمل كده زائد اهو، والعينين على الخط هنا اهو اهو، حواجب اهي، ودراعه على الحته هنا، يعني بقى شعره مش لازم شعره طبعا، فيه يعني حاجات حلوة شخبة بس كده شوية حتى كده، بس اللي هو عنده شعر. الخطوة التانية بقى اللي هي الخير كده كده، مثلث اهو، نص مثلث كده اهو، وتعمل بقى كده. بس طبعا لازم توسع الدنيا على نفسك شوية. كده مكنتش بعرف يعني اظبط الجسم، فكنت بعمل كده مكنتش عارفة مستطيل. فمرة في مرة هتعرف تعملها، كنت بشخبط هنا مش عارف ليه والله، عم عديها. فايه أول حاجة يعني بتعمل الدايرة اهي بتظبط، تقعد تعمل كتير كتير كتير، والمستطيل سهل عليا الدنيا. في الأول البداية ما بتكونش يعني باينة كويس، ما بتكونش عارفة اللي ده هيبقى تطلع مظبوط، لازم يكون روحك طويل شوية عشان تاخد في الرسم ده، لازم يكون بالك طويل عشان هتغلط كتير زي ما انا بغلط دلوقتي. بابا الفنان بيعمل لي تعرفينه، تابعوه على اليوتيوب، بابا الفنان كده اهو، هو اللي معلمني شوية حاجات. ايه بقى هنعمل كده، بعدها ايه الكتف،
طول شوية فوق كتف مكمل تمام، وبعدها بنعمل كمان مستطيل اهو. ده هتقول ده لابس جلابية ده ولا ايه؟ بقولك استنى بس، هنا بقى رجله عشان هنا في رجل وهنا رجل، بتعمل بقى رجلي وبس.